هو لو فيت كو انك ممثل وقريب من المواطن بشكل كبير، وكذلك مريض سابق نزيل، مريت كنزيل احد المستشفيات العموميه اللي هو افيسن بن سينا بالرباط، وكنت مراحل حرجه يعني كنت في غيبوبه، وحتى توقف لي القلب جوج مرات يعني. فكان لزامنا عليا انني نلبي النداء ديال مديره المستشفى، المسؤوله على المستشفى البروفيسور ليلى بن حمدون، اللي حبت دير ايام مفتوحه تلجأ حتى للقوى الناعمه، منهم فنانين، منهم رياضيين او اشخاص اخرين عموميين، من اجل التواصل اكثر مع المواطن سواء كان مريضا او من عائلات هذا المريض او مواطنين عاديين. اكيد انه ما يمكنليش ما نلبيش دعوه بحال هذه، نجي نتقاسم هذه اللحظات الجميله مع هاد الاطفال الله يشافيهم. اليوم انا فرحت بزاف لانه غنيت جويز انيفيرسير لواحد البنيته اللي هي مريضه بالسرطان عفاف، كنتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، وهاد الوليدات كاملين كنتمنى لهم الشفاء. فالفنان هذا يعني لازم يقوم باعمال بحال هذه، ويكفينا اننا دخلنا الفرحه والبسمه على هاد الاطفال وعلى هاد الناس اللي متواجدين هذا، فهذا اكيد شيء مهم بالنسبه لي انا، وانا كنستمد القوه ديالي من اعمال بحال هذه. اليوم لا سي الفرحه، دخلنا درنا يعني فن مستشفى اريا اوبيتال، يعني باش نحسوا بان راه ملي تمشي عند المريض خصك تمشي تبين له بان تكون متفائل، تبين له بان راه واحد الوعكه صحيه سحابه دايزه، ان كيف كتشوفوا دابا الاجواء، كل شيء ابيض، كل شيء فرحان، كل شيء ملون، كل شيء كنشوفوا بهذه الشوفه، هذه النظره نتاع التفاؤل. يعني الله سبحانه وتعالى كيدير لك امتحان في الحياه، راه الانسان راه كاين ما مريضش وكيكون ما سعيد، ماشي سعيد، وواحد مريض كيحس بواحد شويه الالم، وان كاينه سعاده، خلقوا له السعاده. يعني ملي نمشيو عند المريض ديالنا هذا هو التحسيس انا علاش جيت، ملي نجلسوا مع المريض ديالنا نجلسوا نعاودوا له نكتات، نعاودوا له الاخبار السراف اللي على برا، نحسوا بان هذا المستشفى هي واحد الجناح من المنزل ديالو، واحد جناح اخر اللي كياخذ فيه النقاهه، بان ما يمكنلوش يكون في الدار، مي هذه راه هي دارو، لان راه مازال في الوطن ديالو، يعني راه العائله ديالو كتزورو باستمرار، وراه كنخليوك واحد الاوقات ترتاح فيهم. يلا راك تسمعوا فين؟ تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.